السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبار منتصف الليل من 7E News. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. استقبله رئيس الدولة، الرئيس المصري يصل البلاد. عبد الله بن زايد يبحث مع الرئيس السوري في دمشق التداعيات الإنسانية للزلزال ويزور المناطق المتضررة. منسق الإغاثة الطارئة يلتقي المتضررين من الزلزال في تركيا قبل توجهه إلى سوريا. هذه كانت العناوين، وإلى التفاصيل. وصل فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى دولة الإمارات في زيارة عمل يرأس خلالها مشاركة مصر ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي. وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتبادل سموه وفخامة الرئيس المصري في استراحة قصيرة في قصر الشاطئ الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات. وقدم فخامة عبد الفتاح السيسي في بداية اللقاء التعازي في وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله الفلاسي، سائلا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تصميم محطات التاكسي الجوي الجديدة في دبي، وقال سموه على حسابه في تويتر: من القمة العالمية للحكومات اعتمدنا اليوم تصميم محطات التاكسي الجوي الجديدة في دبي والتي ستبدأ عملها خلال 3 سنوات. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رئيس حكومة إقليم كردستان العراق على هامش أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023، مؤكدا سموه على عمق الروابط الأخوية المتينة والعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات بالعراق الشقيق خاصة إقليم كردستان العراق. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، وذلك على هامش أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023 التي تنطلق في دبي تحت شعار استشراف حكومات المستقبل. ورحب سموه بمشاركة البروفيسور كلاوس شواب في أعمال القمة العالمية للحكومات، وتناول اللقاء أهمية التنسيق بين الحكومات العالمية للوصول إلى صيغ مشتركة لمواجهة التحديات ومستجدات الخارطة الاقتصادية العالمية. وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن التعاون بين منتدى دافوس والقمة العالمية للحكومات يسهم في ترسيخ الحوار العالمي وتقديم الرؤى الكفيلة بتطوير العمل المؤسسي، بما ينعكس بصورة إيجابية على خطط التنمية ونمو الاقتصادات العالمية.
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي فخامة فاوستين أركانج رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى وذلك على هامش اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023 بمشاركة قادة ورؤساء دول أكثر من 10,000 شخصية من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء شركات القطاع الخاص والخبراء المتخصصين في المجالات المستقبلية ورحب سموه بالرئيس الضيف في دولة الإمارات مثمنا سموه حرص رئيس إفريقيا الوسطى على المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2023 مؤكدا سموه عمق العلاقات التي تجمع البلدين والهادفة لتحقيق الخير والازدهار للشعبين الصديقين وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفخامة رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى توقيع حكومتي دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى اتفاقية تعاون ثنائي في مجالات التحديث الحكومي ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وعلى هامش اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023 التي تنطلق في دبي معالي الوزراء ومحافظي المصارف والبنوك المركزية في الدول العربية ورؤساء ومدراء المؤسسات المالية والإقليمية والدولية المشاركين في منتدى المالية العامة للدول العربية ورحب سموه بالمشاركة العربية الواسعة في أعمال القمة العالمية للحكومات وتناول اللقاء أهمية القمة في تطوير العمل الحكومي وتعزيز التعاون بين الدول العربية وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن تنسيق الرؤى الحكومية العربية وتبادل الخبرات يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في قصر الإمارات فخامة قربان قولي محمدوف رئيس مجلس الشيوخ والزعيم الوطني لتركمانستان الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة ورحب سمو الشيخ منصور بن زايد في بداية اللقاء بفخامة قربان قولي محمدوف والوفد المرافق له مشيرا سموه إلى أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية مع تركمانستان شيدت على أسس وثيقة في عهد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وترسخت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله وتواصل الازدهار والتطور في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأكد سموه أهمية مشاركة القطاع الخاص في دولة الإمارات في تطوير هذه العلاقات وتنميتها موجها سموه بتشكيل لجنة لبحث فرص الاستثمار وتوسيع الشراكات بين البلدين لخدمة الأهداف والمصالح المشتركة استقبل فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دمشق لبحث التداعيات الإنسانية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق من شمال غربي سوريا ونقل سموه خلال اللقاء تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إلى الرئيس بشار الأسد والشعب السوري الشقيق وذوي الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي شهدته سوريا سائلا الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين من جانبه حمل الرئيس بشار الأسد سموه تحياته وشكره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات على تقديم العون والمساعدة لأبناء الشعب السوري من المتضررين جراء الزلزال المدمر مؤكدا أن سرعة الاستجابة الإنسانية والإغاثية لدولة الإمارات وجهود فرقها الميدانية لها أكبر الأثر في تخفيف معاناة الكارثة الإنسانية من كاهل المتضررين
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم السابع على التوالي إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك في إطار عملية الفارس الشهم 2 عبر تسيير 37 طائرة شحن تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وخيم إيواء للمتضررين. القمة العالمية للحكومات تجمع 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرا وعشرة آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين في استشراف لحكومات المستقبل. نتابع. Education is one of the few big levers we have to ensure we maintain our global trajectory. Cloud computing, social networking has completely transformed education. When the teachers can work with the students in such a way that they can leverage social media, that is where we're going to be seeing the big changes in education. وإلى الأخبار العربية والعالمية من 7E News. دفن سكان مدينة جبل الساحلية بسوريا أقاربهم الذين لقوا حتفهم في الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، وأظهر مقطع فيديو مصور قبورا لضحايا دفنوا في نفس الوقت، إذ قام أحد سكان المدينة بتحويل أرضه إلى مقبرة مؤقتة بعد أن اكتظت المقابر بضحايا الزلزال. وقال أحد السكان: هذه المقبرة مخصصة لمن قتلوا في الزلزال، رحم الله أرواحهم. فيما تحدث ساكن آخر: حتى الآن دفننا 40 شهيدا، وفي صلاة العصر سيدفن 6 آخرون. في جولة يزور خلالها سوريا وتركيا لتقييم الاستجابة الإنسانية وكيفية تعزيز جهود الإغاثة، التقى وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث في كهرمان مرعش بتركيا بالعائلات المتضررة من الزلزال، واستمع إلى قصصهم عن الصدمة والدمار الذي حصل بعد الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الألف. وزار مارتن مخيما أقيم للأسر التي فقدت منازلها بين ليلة وضحاها بسبب الزلزال الذي يعد من بين الأقوى في العصر الحديث، كما التقى مسعفين وأعضاء فرق البحث والإنقاذ العاملين في المناطق المدمرة بوسط المدينة. وتعمل فرق الأمم المتحدة على الأرض لدعم تنسيق جهود فرق البحث والإنقاذ الدولية. تظاهر مئات الآلاف في فرنسا احتجاجا على المعاشات التقاعدية، لتتحول الاحتجاجات لاحقا إلى أعمال عنف واعتقل على إثرها 8 متظاهرين. وشهدت عدة قطاعات في فرنسا في وقت سابق كالنقل العمومي والمدارس وإنتاج الكهرباء والمصافي النفطية ووسائل إعلام حكومية شللا بسبب التعبئة الشعبية ضد مشروع قرار حكومي لرفع سن التقاعد، فيما خرج مئات آلاف الأشخاص في باريس في مظاهرة تقدمها رؤساء النقابات الرئيسية. أما الآن فإلى أخبار الاقتصاد من 7E News. افتتح سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام أراضي دبي فعاليات النسخة 19 من معرض العقارات الدولي الذي يستمر حتى 14 من فبراير الجاري، بمشاركة ما يزيد عن 120 عارض عقاري من أكثر من 40 دولة حول العالم. We'll be right back.
ونبقى في دائرة الأراضي والأملاك لنأخذكم إلى جولة في أهم التصرفات العقارية الأسبوعية بإمارة دبي. النشرة مستمرة وإلى أخبار الرياضة من 7E نيوز. أكد سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، نائب رئيس مركز الشباب العربي، أن دور الشباب في قطاع الرياضة يبرز الهوية العربية ويساهم في الانفتاح على الفرص المستقبلية، مؤكدا أن استثمار مؤسسات العمل الشبابي والحكومات في الرياضة هو استثمار مجد يعزز التنويع الاقتصادي ويدعم التنمية المجتمعية والبشرية ويجسد صورة إيجابية للشباب والإنسان العربي ويرتقي بسمعة المنطقة العربية على الساحة العالمية. جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان قوة الشباب في تعزيز الحكاية ضمن أعمال الاجتماع العربي للقيادات الشابة. وفي ختام نشرة أخبار منتصف الليل من 7E نيوز، هذا تذكير بالعناوين. استقبله رئيس الدولة، الرئيس المصري يصل البلد. عبد الله بن زايد يبحث مع الرئيس السوري في دمشق التداعيات الإنسانية للزلزال ويزور المناطق المتضررة. منسق الإغاثة الطارئة يلتقي المتضررين من الزلزال في تركيا قبل توجهه إلى سوريا. كنا معكم مشاهدينا من 7E نيوز، في أمان الله وإلى اللقاء.